هذا البرنامج برعاية الحياة. بتتغير والطرق اللي بنحمي فيها بيوتنا كمان لازم تتغير. يعني بدل الخلطة هلأ صار في لميس 3 في 1، غطاء واحد من غير أي إضافات، حينظف 100 نوع من البقع ويطهر 100 نوع من الجراثيم، بيلمع أرضيات البيت وبيعمل ريحة حلوة. بدك تنظفي وتطهري صح وتضمني الحماية كل يوم، يعني ما فيش غير لميس 3 في 1 اللي نظف ويطهر ويعطر. لميس 3 في 1 لنظافة بيتك كل يوم. مشاهدينا الكرام، صحة فضولكم واهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الشغل مش عيب. كما شفتوا في الحلقات السابقة طبيعة البرنامج بتاعنا، نسلطوا الضوء على الشباب اللي جايين وهم يشتغلوا ونشجعوهم ونحثوهم لان الشغل مش عيب، بل بالعكس يكونوا فخورين بانفسهم. اليوم حنكون معاكم من داخل جزار هاني براس علي، حنكون معاكم ان شاء الله نتعلم حرفة الجزارة، وان شاء الله حنديروا لقاء مع الشباب جوا، شباب ليبيين كيف خشوا للمهنة هذه وكيف تعلموها. ونحب نشكر الراعي الرسمي لبرنامجنا شركة لميس لمواد التنظيف. شو اخبارك؟ الله يصحك. شو امورك؟ سالمه. ربي يعطيكم الصحه. سالمه. منورين والله. كل ما نشوفه نحن في برنامجنا، طبعا رحب بيك. طبيعه برنامجنا هو الشغل مش عيب، نشجع الشباب انهم يشتغلوا ونحثوا ايضا الشباب اللي ما زالوا ما يخدموش انهم يشتغلوا. كان في البدايه تحكي لنا كيف دخلت للمجال هذا، هل هي كانت صلعه والدك ولا انت؟ لا والله، ابا عن جد. من جد للأب ولا في أنت؟ إن شاء الله. تمام. يعني كم كان فيه المجال هذا؟ قلنا فيه قرابة 27 سنة. ما شاء الله. أنا فيه 19 سنة. ما شاء الله. طبعاً نحن علي، طبعاً مهنة الجزارة صعبة، مش أي حد يتقنها. صعبة يعني. بس اللي يحطها في راسه اللي بيتعلم يحطها في راسه يتعلمها. باهي. أنا اليوم اللي بيكون معاك عامر. مرحبتين. تمام. يسر الله ما خرب كم اللي حمل. لا لا، مرحبتين ليك ان شاء الله. طبعا علي، طبعا اليوم بكون معك يعني موظف جديد، توريني كيف نقطع الحم وكيف نفرم من المفروم ونعيشوا معك في اجواء المرحلة. وانتياتي يا زلقه. طبعا هذا مال بهبره يا علي. هذه الهبره. هو شنو بيها؟ شربه ولا شنو؟ تكليف. هذه افرم منها. مفروم. هذه قطعها. اصغر من هيك ولا؟ لا تمام. يعني تمام. هذه طبق يا باص. هاي تمام. هاي بيه مفروم. مفروم. هذه الماكينة ولع للماكينة. نولع على حوض. حوض مفروم. نجيب ال. لا فوق.
ونص. هذا المفروض سقانة. هات نوريك العبرة. طبعا هو عندك هذه القلاية سهلها لك. هذه الشربة. هذه الشربة. طبعاً مش يوم وليلة واحد تعال لكن ياخذ فكرة. كم معك شاب لي بيه حفظهم خمسة. طبعا هم جو تعلموا عندك ولا لا؟ جو اللي بيش واحد يتعلم كم حيكون يعني الوقت تقريبا؟ في اللي سنة في اللي سبع شهور. تذبحوا اجيت كم يعني ساعي؟ لا بس ما نذبحش انا. لا لا اوكي بس انا خالة طبق يا اشكال مازال اصغره. مربعات مربعات اكيد صغر صغر اقرا. نحن نشجع في الشباب انهم يشتغلوا مهما كانت المهنه حرفه مهنه صنعه اهم حاجه شنو يعتمد على نفسه. انت طبعا اكيد تشوف في حال الشباب الليبيين كنت واحد منهم. ممكن تحكي لنا على انها كيف فكرت وبديت تشتغل واكيد لقيت روحك توا اكيد اللي بيخدم فيه عمله في شغل غير بس واحد صافي النية. صافي النية يبي يوصل بال. شو جو اسعار اللحم؟ قالوا غالي مشي. لا لا يعني في تشيطة بس ماشي حالي. ما جملناش ماشي صح ولا؟ والله ما يافك يا بيدي انت فكر في القلاية قاعد. ما نحن متعبنا الا ندى شربة اليوم تحك في حوت وتحك في لحم. المرة الجاية أسرع. طول المهنة هذه الغالب ما كل الليبيين يشتغلوا فيها ما شفناش يعني اللي قصدي حتى اللي ماسك الجزار ضروري يكون ليبي. أكيد يكون ليبي بس في مصرية. لكن نحكي لك اللي جادوها يعني اللي أبدعوا فيها تمرسوا فيها. أكيد. صوراش لي توا هي تقزر
حاضرًا. والحولي هو كله مشكلته في العظم. في العظمة. تو نضرب هنا ولا نضرب هنا؟ هيك. جوا. لازم هنا. أصغر تو أخرى. أصغر. مش حنقدر نديرها هيك السرعة نتاعك ما نقدرش أول يوم بعد حتى هي فن لا لا هذه مضبوط ها مضبوط أنا مش نخرب بس الله عليك لا لا مش موضوع تمام مية مية عادينا الضغط يا رب هي نزلت بزيادة ولا زيدوا اخرى لا نصابك نصاب روحي غلط لا يا عزو شو نعطيك يا عزو هي جايك لا حولية مش حولي خواطر بسمع هيتا مظبوط اوه المفروض نقص الله متعبه شويه يا شيخ متعبه هي خوف كله فيش في انك تقص غلط اول مره انا كنت خايف حق لكن مشت تمشي واحدة واحدة الحاجة ما هيش صعبة تجيب ايش تتعلم تلقى روحك تلقى روحك متعلم وتشتغل اخوي هيثم مرحب بيك على البرنامج شغل مش عيب اليوم انا اشتغلت شغلتك فخور جدا انك انت الشباب اللي بين اللي قاعدين يشتغلوا شغلتك صح متعبه شويه فيها تعب وفيها برم واجد وفيها تقطيع وفيها تكييس وفيها فرم فربي يعطيك الصحه كم لك في المجال هذا تشتغل؟ ثلاث سنين ونص مبسوط في عملك؟ الحمد لله طبعا انت في الجزار هذا لك ثلاث سنين طبعا انت شن توقعت تفرم ما مش حنعت لك العملك كمل الفارم بتاعك هيثم طبعا انت جيل واحد انا وياك اكيد لما تكمل مرات العمل بتاعك تلقى في شباب مكزين في الشوكات تخطم عليهم شن توجه لهم من نصيحة الشباب والله ننصحهم انا عادي يجي يتعلموا منك حتى الحرف عادي واحد كم واحد وفي اللي خذها بالنصيحه وفي اللي دور يعني انت ممكن كان عندك رفاقتك في اللي فيه ما يشتغلش انت ما نصحتك انه يشتغل يعني في اللي جاء للطريق وفي اللي لا وان شاء الله حتى الاخر يجي للطريق كل عام توفير خويا هيثم وان يساعدك يا رب يعطيك صحه شغلتك والله يا مان توزي الاول الى وين يا باسطة؟ هذا لا 2:15 علينا خلينا فيك يا هيثم فهمت انه هو يقول لك لا انا نقيت الحوش وتو باتي هو اللي يصرف وانا ما زلت صغير لا انا عارف يعني اللي ما يشتغل الا يقول ما زال بدري ما زلت بدري على البهدله مش تو يا ربع بعدين
انت صحنا بدري بدري خير هيك روحها نور فيها صح سلمى ربي يعطيك الصحه لما شفته هيثم قال للشباب اتعبوا بدري مش تلقوا ارواحكم ما تقولش انا ما زلت صغير وما زلت بدري واحد ما هوش ضامن امره بعدين لما تبدا بدري تشتغل تكون روحك البلاد مليانه شغل مليانه ناس من برا تجي تغرف فلوس من ليبيا وتطلع تلقاه يشتغل هنا وتباني فيلات في بلاده وياخذ فتره طويله يشتغل 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 بعد ما يلقى روحه خلاص داير حتى المشروع نتاعه اللي غادي فيه في بلاده يروح يمشي راهو الايادي الليبيه نحن اللي حنلقوه نحن ندعمه في الشباب ننصحوا الشباب انهم يشتغلوا الثقه ديما نحن بيننا نحن الليبيين متقاعد اشتغلوا واتعبوا بدري باش تلقى روحك مش تلقى روحك داير سيور تلقى روحك متريح بعدين خويا عادل راح بيك على برنامج الشغل مش عيب سلمى وانت طيب ان شاء الله نحن طبعا برنامجنا ينصح الشباب العمل طبعا انت اليوم كنت اكيد شاب بديت في شغلك صغير اليوم ما شاء الله قاعد نادي من الصفر من الصفر اليوم عندك يعني صاحب مشروع يعني هو محل جزار ربي يفتح عليك ويرزقك كم لك في المجال هذا؟ نادي في حاجة 25 سنة 25 سنة ما شاء الله شن طبعا اكيد بدايتك خدمت طحت في عام النظافة عام النظافة وما كنتش يعني متحشم منها شغلتك لا متحشم منها الحمد لله متحشم منها شغل لعيبة لحرام اليوم الشباب في بعض الشباب نحن شفناهم انهم هم معتمدين على غيرهم تحس فيهم الكسل التنبلة شنو تقول لهم يا اخويا والله ينصحهم بالشغل البلاد مليانة شغل في شغل البلاد مليانة شغل مش في شغل مليانة شغل لكن احنا شبابنا في شغل حتى لولي الامر تودوهم حتى على ولي الامر ولي الامر معوده حتى الخبز يجيب لها لعنده وراضي ما يخليش يتحرك فهمت علي؟ نروح حتى ولي الامر يقعد ساهر على الببجي اللي عند الصبح ايوه حتى ولي الامر يساعد شويه على الامور هذه يعني انت يعني انت تحث الاولياء الامور من البيت من ايوه انهم هم بروحهم يكونوا دائما الرئيسي السبب الرئيسي بسبب ان الشاب يقعد ايش مكمز الشغل بتاع الببجي والله ايش يقعد من غير عمل يقعد ياخذ مصروفه من باسل يتعود على الشيء هذا من عندي اكبر متعود على الشيء هذا ما عادش يقدر يخدم ابويا عادل احنا شفنا الايادي العامله في بنغازي اكثريتها لقيناها مجاني حكايته احنا لنا فتره 10 سنين كلها بدايه بدايه ليبيين بدايه ازاي قبل فهذا كان هذا الهدف نتاعنا مش شغل 15 سنه فاتت ما كانش في عمل ليبيه تو باهي الحمد لله في تحسن لكن نبغوا اكثر من كذا ما عادش نبغوا شباب يقمزوا على الشوكات وببجي قبل الليل الصبح وكنا تشتغل على حالها وكنا تطور روحها وكنا تدير سيور على حالها ربي يسامحها ان شاء الله ان شاء الله بارك الله فيك خويا عاد وان شاء الله ربي يبارك لك انت واخوتك والشباب اللي معك ان شاء الله كان عندهم خير ان شاء الله انت بخير ان شاء الله مشاهدينا الكرام هيك كان الاجواء حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الشغل مش عيب نحثوا الشباب انهم دائما يشتغلوا ويعتمدوا على انفسهم في الختام تقبل تحيات الراعي الرسمي لبرنامجنا شركه لميس مواد التنظيف وتحيات فريق العمل الى اللقاء هذا البرنامج برعاية الحياة بتتغير والطرق اللي بنحمي فيها بيوتنا كمان لازم تتغير يعني بدل الخلطة هلأ صار في لميس 3 في 1 غطاء واحد من غير أي إضافات حينظف 100 نوع من البقع ويطهر 100 نوع من الجراثيم بيلمع أرضيات البيت وبيعمل ريحة حلوة بدك تنظفي وتطهري صح وتضمني الحماية كل يوم يعني ما فيش غير لميس 3 بواحد اللي ينظف ويطهر ويعطر لميس 3 بواحد لنظافة بيتك كل يوم